مساء الخير، صح افطاركم. جيت درت هذه لا فيديو باش نوضح على الحملة الشرسة هذه اللي راهي ضدي وضد البرنامج تاع انا وراجلي اللي كنت فيه. انا برك ممثلة، ماهوش اعدادي، ماهوش تقديمي، ماهوش الاخراج تاعي، انا برك ممثلة. انه استدعاني المخرج محمد بن يحيى واعطاني فرصة في التمثيل هذا مكان، وهذه الحملة اللي راهي أساءت للشخص تاعي وأساءت لأفراد العائلة تاعي. أنا ما عليا غير نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كامل الناس اللي راهي تقذف فيا، وأنا ما درت والو، ما سبيت واحد، ما عيرت واحد، ما قللت من قيمة ولا من شخص كاش واحد. جوست هذه تجربة باش نشوفوا عقلية الناس، اسكو الراجل يقبل يتزوج بلا والديه، اسكو الراجل يقبل يتزوج تعدد الزوجات. هذه هي، ما قللنا من قيمة حتى واحد. نتأسف انه الناس راهي تقذف فيا وتسب فيا، وحنا رانا بعائلتنا ورانا بدارنا، ما جيناش اصلا، ما مثلتش دور مخل للحياة ولا دور سبيت ولا عايرت ولا كاش ما درت للناس. هذا هو الذنب اللي درته، اني مثلت فقط. هذا هو الذنب اني مثلت فقط. الصحافة ماهيش عيب والتمثيل ماهوش عيب، انا نشرف اني نكون صحفية ونكون ممثلة، لما لا؟ ولكن تغيظك كي تشوفي وتسمعي التعليقات اللي راهي ضدي. ومام الفيسبوك تاعي بيراطا داوه، ورامي يحطوا في منشورات انا ما عنديش كاع علاقه بهذيك المنشورات. صفحتي تاع رانيا عاميري ولاباج تاعي تاع الفيسبوك الاخرى ثاني في الداوهم، وما على باليش رامي يحطوا، ورامي يقولوا بلي رانيا قالت القافله تسير والكلاب تنبح، وانا ما عندي حتى علاقه بها. ودخلوا وشوفوا الدليل بلي لاباج ماهيش تاعي، ومشي انا وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس هذه اللي راهي تقذف فيا، وانا في المنزل تاعي نشوف مع العائله، وندخل لاباج تاع الفيسبوك ونشوف الناس فيا وتعاير فيا، وانا ما عندي حتى ذنب، انا مجرد تمثيل. اتقوا الله، رانا في رمضان ورانا في شهر رمضان، ما سبينا ما عايرنا ما قللنا من قيمه حتى واحد. يعطيكم الصحه، ونشكر الناس اللي راهي تبعث لي وراهي تدعم فيا، والناس اللي راهي تسيء، الناس اللي راهي تسيء ليا نقولها حسبي الله ونعم الوكيل. والانسان هذاك اللي جاز معنا انسان مليح ومتواضع، والحمد لله يا ربي، لو كان ما كانش راضي بالشيء اللي قدمه وباللي قلنا له كاميرا كاشي وضحك وفرح مع تالي قال درتو لي كاميرا كاشي مليحه، لو كان ما جوزناش، ما نقبلوش نجوزو ناس ماشي قابله باش تجوز. والايام القادمه تثبت الهضره اللي رانا نهضروا فيها، والناس جازوا ما شاء الله، جا الحلقه تاع اليوم جازت ما شاء الله. ويعطيكم الصحة، وسمحوا لنا كاش واحد شرحناه ولا قصناه، وتبقاو على خير.